ولا ما ايه مثلا مواقف عمرك ما هتنساها؟ لا يعني ممكن مثلا كان في فرح شعبي، انا كنت بغني في الافراح الشعبي قبل ستار اكاديمي. افراح الشعبي دي افراح في الشارع يعني، وبالمناسبه الافراح الشارع دي هي اللي بتبني المطرب يعني، هي اللي بتخلي المطرب ده يبقى عنده حضور على المسرح مع الناس وتفاعل وكده. ففي حاجات كتير كانت بتحصل في الافراح دي طبعا يعني، ممكن ازاي؟ تلاقي مثلا المسرح وقع مره واحده بالناس بكل حاجه، بالفرقه بالمطرب بكل حاجه يعني. حصلت معاك؟ ده كتير حصلت، يا زحمه كبيره. معاكوا كمان حصلت؟ طبعا 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 طبعا. ايه يا جماعه حصلت معاكوا؟ ولا ده خناقه مثلا، كتير. عروسين اتخانقوا، واحد عيلتين اتخانقوا، حصلت مثلا حاجات زي كده؟ يعني مش بالشكل ده قوي يعني، مش خناقه يعني، الحمد لله ما حصلتش خناقات يعني. طب كويس قوي. بس ممكن يكون في تنشن يعني بين عريس وعروس، انا حاسس ان في حاجه هنا مش مظبوطه. وانت السبب ولا ايه؟ ما ده سؤالي من الاول. انا جيت بقيت انا السبب.